بناء على ماذا أنت تثبت وجود الله؟ بناء على إنه جاءك نبي وقال لك الإله موجود؟ لا، لا، أنت تعرف وجود الله، شوف كيف المسألة، تعرف أن الإله موجود، فيأتي نبي ويقول لك أنا نبي من عند هذا الإله، وتحكي في فمعرفتك بشريعة طبعاً مية فت... نعم جئت لك بشريعة أيوة جئت لك بشريعة يعني مثل النبي النبي أو الرسول لا يأتي ويقول لك أنا نبي لأعلمك أن الإله موجود، لا، بل ليعلمك مش فقط إنه طبعاً النبي يقول إن الإله موجود، لكن هو يقول لك بلحاظ أني نبي أنا جئت أقول لك إنني رسول من عند الله لأبلغك أشياء أنت غفلت عنها وأنبهك وأدلك على أشياء أنت تجهلها. لاحظ كيف الرسول يأتي ويقول، فلو فرضنا أنك تريد أن تقارن بين هذه الأديان من جهة إيمانهم بالله، العقل هو الذي يدلك على الإله، لاحظ كيف النقطة، العقل هو الذي يدلك على إيه؟ وجود أو وجوب وجود الإله، والعقل يدل على وجوب وجود إله واحد ووجوب وجود إله غير ظالم. شوف كيف المسألة، الإله لا يظلم، الإله لا يكون اثنين وثلاثة، الإله لا يظلم ويشرع للظلم، يستحيل أن الإله يفعل ذلك. هذه مسألة مستحيلة على جميع المذاهب الإسلامية إلا بعضها، بعض المبتدعة قالوا الإله يجوز أن يظلم، بديش أسمي لك إياه الآن، تمام؟ لو أردت أن تقارن الأديان الثلاثة هذه فقط من هذه الناحية، الإسلام قال الإله الذي أؤمن به هو إله واحد ولا يميز بين أي جنس من أجناس البشر، ولا يقول إن العرب لهم خصيصة خاصة غير العجم، ولا إن الترك أحسن من الفرس، ولا إن الفرس أحسن من الأمريكان، كل البشر سواسية وهم كلهم مخاطبون بهذا الدين الإسلامي إذا بلغهم، وإذا لم يبلغهم أكثر علماء المسلمين بيقول غير مخاطبين بشيء. هيك الدين الإسلامي بيحكي، الدين الإسلامي هكذا يقول وهكذا يقرر، إنه ما دامت الشريعة لم تصل للناس فالناس غير مخاطبين وغير محاسبين وسيكونون من الناجين في يوم القيامة. طيب لو فرضنا أنك بدك تريد أن تنظر في الديانة المسيحية من هذه الجهة، شوف كيف المسألة، وجهة واحدة، المسيحيين يقولوا لك الإله مش واحد، هم ثلاثة. طب كيف ثلاثة؟ لا، هم واحد لكن في ثلاثة، لكن من ثلاثة. طب هم ثلاثة لكن في واحد، إيش بدي أحكي فيه بالضبط؟ هل هو هذا معقول؟ طب الإنسان، الإنسانية متى عرفت لأول مرة في تاريخها هذا المفهوم المثلث للألوهية؟ هل عرفته من لدن آدم عليه السلام؟ هل عرفته من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هم كلهم أنبياء ما شاء الله عليهم، كيف لم يعرف مفهوم الألوهية أحد من الأنبياء قبل عيسى عليه السلام؟ إذا كان عيسى هو فعلا الذي يقول بالتثليث، طب ما هو قبل عيسى كان في ناس أنبياء أيضا وعيسى كان ينتسب إليهم عليهم الصلاة والسلام، لماذا لم يظهر مفهوم التثليث في الألوهية إلا عند النصارى؟ سبقهم أديان ولحقهم أديان، هذا المفهوم لم يظهر بعد وفاته، وبعد وفاته مش حال وجوده. لاحظ كيف المسألة، في مشكلة حقيقية يجب أن يقف عندها أي واحد مسيحي، ولا يجوز لأحد إنه يجي يقول لي وهو مبسوط ومعتقد اعتقاد راسخ إنه مرتاح إنه لا فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. لا، يوجد فرق كبير بينهما، يوجد فرق كبير، بدك تزعل ازعل، بدك ترضى ارضى، ما إلي دخل، لكن أن تسوي لي بين الواحد والثلاثة هذا مستحيل، مستحيل، عقلي لا يقبل، عقلك قبل انت حر، أنا لا أقبله عقلي. فهذا معيار من المعايير الواضحة الذي يستطيع أن يبادر إليه ويتناوله عامة الناس، حتى العامي يعني إذا تخلص من قرابته ومحبته ودعمه ومحسوبياته إلى آخره. لاحظ كيف المسألة، جبت واحد مسيحي وحكيت له بالله عليك، بالله عليك الإله واحد ولا ثلاث؟ بيحكي لك واحد. طب شو اللي بتحكوه أنت؟ والله ما بعرف، هذا الإله هيك أجانا ولازم نؤمن فيه، ويعتبرون كونه مستحيل التصور أحد أدلة كونه صحيحا. شوف كيف يعني المسيحيين يقولون أحد أدلة كونه صحيحا أنه مستحيل التصور، ولهالدرجة أحد أدلة كونه صحيحا هو أنه مستحيل التصور ومستحيل البرهان عليه. كثير هذا الكلام، كلام خطأ، لا
لا يوجد أي فيلسوف يحترم نفسه يقرر هذا الكلام. لا يوجد، لا يوجد أبدا، ولن يوجد إلا إذا واحد بده يلغوص زي هيجل وزي فلان وزي فلان إلى آخره. بدناش نضرب أمثلة تفصيلية. لو جئت لك إلى اليهود، اليهود عندهم خلل في تصور الألوهية، بديش أحكي إنهم مجسمة وكذا، هذا يعني كلام معروف صار ماشي الحال، كثير منهم بجسم وكذا، لكن في ناس منهم لا يجسمون. بديش أدخل في هالمدخل هذا عشان ما نجيش في ابن تيمية وكذا، عشان ما في بعض الناس بيحكوا لي أنت يا شيخ سعيد كل مجلس بدك تتكلم فيه لازم تجيب سيرة ابن تيمية، والله ما بقدر إلا أجيب سيرته. شوفت كيف المسألة، إنه عنده خطأ واضح، عنده خطأ حقيقي، لكن مش كلامي الآن مع ابن تيمية، كلامي مع اليهود. نيجي نلاحظ مسألة مهمة جدا من التي تكلم فيها اليهود. اليهود بيقولوا لك إيش؟ يدعون أن الإله الذي خلق هذه المخلوقات خصهم وجعلهم أبنائهم. إيش يعني أبناء؟ مش ولدهم، لا، جعل لهم أحكام خاصة بهم، وأنه يحبهم ويرضى عنهم حتى لو فعلوا ما فعلوا. مش حكوا لن نمكث في إنهم لا يمكثون في النار إلا أياما معدودات، مظبوط؟ مظبوط. مش قالوا هذا الكلام ولا مش معي إنت؟ نعم، نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم نعم، وبقول له بالمعنى يعني. نعم قالوا هذا الكلام، ولذلك اتخذتم على الله عهدا. قل اتخذتم على الله عهدا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما هم كانوا يقولوا هذا الكلام، لن نمكث في النار إلا أياما معدودة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا. فهم كانوا يدعون هذه الدعاوى. طيب، هم يدعون أن الإله الذي يؤمنون به له هذه الخصائص وحكم هذا الحكم. هذا الحكم الذي يقول لمجموعة من البشر أن كل البشر كالحيوانات بالنسبة لكم، وأن كل البشر جعلتهم عبيدا وفعلوا بهم ما تشاءون، ومهما فعلتم فأنا راض عنكم، هذا إله ظالم. شوف كيف المسألة، يستحيل أن يكون إلها. فكيف يأتي واحد ويقول إنه من الصعب أن ترجح بين دين ودين؟ لا، ليس من الصعب أن ترجح بين دين ودين، ليس من الصعب أن ترجح، لكن الذي يجعله صعبا هي ما علق بهذه المسألة من أمور سياسية واجتماعية واقتصادية وظرفية، علق بها كل هذه العوالق، فصار من الصعب على كثير من الناس أن يتخلصوا من هذه المسألة. لكن لو نظرت إليها بصورة مجردة، في خلال نصف ساعة تستطيع أن تصل إلى الحق، تصل إلى الحق في نصف ساعة على الأقل، مسألة مسألتين ثلاث تصل إلى الحق، وبعد هيك تتخذ قرار وتصير تفكر في التفاصيل.